الله يرد فيديو يدق له فيديو خليه يدق له فيديو. ايه ايه. السلام عليكم. أنا مهند سياد من ريف الشام الغوطة الشرقية، مهجر من الغوطة الشرقية. طلعت على إدلب، أقمت بإدلب تقريبا 5 أو 6 أشهر هيك شيء، بعدين طلعت لجأت لتركيا. وبتركيا أخي الكريم حبيت ألجأ لبرا، يعني لجأت لدولة السويد. طلعت زوجتي وابني تهريب، وضليت أنا وابني الثاني. سكر المطار بسبب كورونا وهالأسباب هاي، وضلينا بتركيا عم نستنى لم الشمل، وللأسف طول كتير لم الشمل. يعني فجأة طلعت، يعني سكنت بسكن شبابي أول شيء، طلعت جيب غرضين لأبني. يعني أنا وطالع قلت له رفقاتي الشباب انتبهوا على أبني، يعني شوي انتبهوا على أبني. طلعت أجيب غرضين وشو اسمه مسكني البوليس، كملكك أعطيته كملك، شاف كملكي مرسين وأنا مقيم باسطنبول، طلعني بالباص، خليني أتصل بحدا، خليني أتواصل مع حدا، للأسف ما خلاني أتواصل مع حدا. وهلأ أنا هون تقريبا بالشمال السوري، يعني بناشد أي حدا بيحسن يساعدنا نصل لأبني، نصل لزوجتي وابني كمان الثاني بالسويد. يعني المفوضية السامية، أي حدا، مفوضية الأمم المتحدة، إنه يطالعونا بس تم شمل العيلة، حرام هيك. هلأ وضع ابنك كيف حاليا؟ هلأ الحمد لله في عيلة أخذته حطته عنده، يعني مبدئيا لبين ما الله يجيب الخير يعني ونطلع إن شاء الله. في وعود إنه ممكن يرجعوكم خلال هاي الفترة؟ إيه إن شاء الله هيك قالوا لنا، بس ما بعرف يعني بيرجعونا أو ما بيرجعونا، وعود بس، في شيء صدق ما بعرف. هلأ حاليا شو وضعكم بالشمال؟ والله للأسف ما في حدا، يعني ما في حدا ساكن، والله الله أعلم وين عم نام، الله أعلم وين عم قوم، يعني ما حدا أخو حدا. وحرب، وأنا هربان من الحرب، يعني صراحة أنا ما بدي لا حرب ولا قتال ولا أي شيء، أنا بدي أعيش ألم عيلتي وعيش بريء، ما دخلني بحدا أبدا يعني. والله أنا كتير اشتقت لك كمان. بابا حبيبي اجيب لك معي مصاصه. انت اشتقت لي؟ حكي بابا، يلا حكي بابا. انت اشتقت لي بابا؟ انت اشتقت لي صحه؟ انت اشتقت لي بابا؟ والله انا كمان اشتقت لك يا بابا، انا كتير بحبك، انت بتحبني؟ يا حرام يا حرام، عم يبكي ريان. ايه بابا، بابا حبيبي، بابا بابا ريان، بابا شو بابا، اعطيني اعطيني ريان. بابا حبيبي، بابا شو اجيب لك معي ابني، شو اجيب لك معي؟ بابا قل لي شو اجيب لك معي بس.